الأطفال وقود أخضر لحرب سوداء، هذا ما يسفر عنه الوجه القبيح للمرحلة الصعبة التي يعيشها اليمنيون في حرب ظالمة يكشف اليوم الغطاء عنها أمام المجتمع الدولي في قاعة مجلس حقوق الإنسان في ندوة بشأن تجنيد الأطفال في اليمن. فتحت هذا العنوان أقيمت ندوة على هامش الدورة 31 لمجلس حقوق الإنسان في جنيف. كانت ندوة اليوم عن استخدام الأطفال في الصراعات المسلحة، ندوة ممتازة تم فيها تفصيل ما تقوم به ميليشيات الحوثي وصالح من تجنيد الأطفال. تفيد الإحصائيات عن مئات الأطفال ممن هم دون 17 عاما تم الزج بهم في أتون الحرب من قبل ميليشيا الحوثي وصالح. تقرير تقريبا من ممثل الأمم المتحدة للأطفال والنزاعات، أشار هذا التقرير إلى أن الأطفال 2/3 الأطفال الذين هم يقاتلون في جبهات النزاع تقريبا 89% منهم يعني يجندون من قبل جماعات الحوثي. تقول الورقة المقدمة في الندوة أن الأطفال يعادون برواتب ما بين 100 إلى 200 دولار شهرياً مقابل حراسة بعض المواقع، ثم يرسلون رغماً عنهم إلى مراكز التدريب التي كانت تعرف سابقاً بمراكز الحرس الجمهوري، وأن الحوثيين يحتفلون عند مقتل أحد الأطفال باعتبارهم شهداء لغسل أدمغة الأطفال الآخرين وتحفيزهم على القتال. طبعاً يكونون سعيدون أنهم يحصلون على مبالغ ومعهم أسلحة، وبالتالي يتم أخذهم وتجنيدهم، تقريبا يذهبون لمدة شهر للتدريب العسكري وبعد ذلك يزجون في جبهات القتال. الوضع في اليمن مأساوي، هناك يعني حسب الأمم المتحدة تقريبا الآن 700 طفل، أكثر من 700 طفل قتلوا، 1100 أكثر من 1100 طفل جرحى. تصريحات أفادت أن ميليشيا الحوثي وصالح تعتمد بشكل رئيسي على الأطفال في صراعتها بعدم تمدد ميليشياتها، وهو ما يفسره آخرون بسبب نفاذ مخزونها البشري من المقاتلين من رجال القبائل والجيش الموالي للمخلوع صالح، إلا أن نسبة أقل من ذلك أوردتها منظمة اليونيسف في أحد تقاريرها أن الأطفال يشكلون نسبة 30% من ميليشيا الحوثي، وذلك بعد تركهم لمدارسهم وحملهم للسلاح الذي بات صديقا لهم بدلا عن الكتاب. ولكن ما هو ثابت تؤكده منظمة سياج المعنية بحماية الطفولة هو مشاركة الأطفال في جبهات قتال الميليشيا بعد إقناعهم بأن ذلك جهاد أو بسبب فقدان مصدر الرزق لكثير من الأسر ما يدفع الأطفال للتجنيد، خصوصا بعد تسرب أكثر من 1,000,000 طفل يمني من مدارسهم، وهو ما يجعلهم عرضة للتجنيد والالتحاق بمعسكرات الميليشيا.